الشيف احمد صالح رجع. الشيف احمد صالح رجع، كان الراجل ده كان عنده كده ازمه صحيه، ما كانش قادر يمشي، وكان على كرسي بعجل، وعشان هو قوي وعنده اراده فظيعه، فتخطى هذه المرحله وازال حصانها. يا سلام، ايه الاخبار؟ ايه يا اخويا النور ده، انا اهو ايه النور ده، حبيبي. ايه اخبارك ايه، الحمد لله تمام. انت خسيت ولا لا تخنت؟ تخنت، لا كنت خسيت بتاع حاجه 30 كيلو، ورجعتهم. طب بعدين ما رجعت تاني قدرتش بقى تستحمل، مع القعده بقى، ما القعده قدرتش وقفت. تستحمل، انت خسيت ما يقدرش، لازم الكرش على طول يبقى خابط في الرخامه كده. ايه الاخبار، الحمد لله تمام، صحتك كويسه؟ احسن قوي. يا رب دايما، يا رب دايما. طيب النهارده كده هو عامل لنا مأكولات بحريه، ايه ده؟ ده سردين وبطاطس على شكل شبه الملفاي كده. اوكي، بس انت مزوقه ومجرنشه بطريقه حلوه قوي، وده ايه؟ نودلز شوربه وجندوفلي، موضوع بسيط جدا. احب الاكلات البسيطه، مش والسردين مش غالي، والسردين مش غالي. لا صح كده؟ ماشي، يلا قول لنا كده ايه مقادير الطبق ده؟ ملفاي سردين بالبطاطس، كيلو بطاطس شرايح رفيعه، ملح وفلفل، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقة بصل بودرة، نص معلقة ثوم بودرة، نص كيلو سردين طازج، حباية طماطم وبصلة شرايح. طيب خلوني دلوقتي، هو قال ملفي، هو الناس فاهمة ان الملفي ده طبعا صنف حلويات اللي هو جاتوه الملفي او تورتاية الملفي. هو ملفي يعني ألف ورقة، ميل ألف باللغة الفرنسية، وفي اللي هي الورقة، فأي حاجة مورقة ورق ورقة بتتسمى مجازا كده في الأكل ملفي. فهنا الشيف النهارده عامل البطاطس صح زي الورق مع البصل محطوطة وكده، كده فسماها ملفي مجازة برضه. هقوم اساعده بقى، يلا قول لنا هنعمل ايه. أول حاجة قلب كيك، قلب ورقة كيك زبدة وشوية زيت طبيخ. بص بص انا عايز اقول لك حاجة، انت اقف وقول لي هات لي كذا، عايز اتحرك شوية بقى، يعني اسمع كلام اهو. شوية زيت من تحت ولا حاجة قليلة، بعدين بطاطس زي اللي متبلها الأول. اوكي، هتطلع شوية البهارات اللي احنا اتكلمنا عليهم، الكمون، البابريكا، الثوم والبصل، كله كله باودر. مع بعض، كله باودر اهو. دي بطاطس مسلوقة؟ لا دي فريش، فريش انا متبلها قبل ما اجي كمان. اوكي، عشان كده اغمقت شوية. اوكي، عشان ما تاخدش اللون وحش برضه. هنحطها، هنحطها بتترص رصه معينه؟ ها لا، اتنينات اتنينات جنب بعض او حسب عشان ده القالب. بيتقلب ها؟ ده بيتقلب زي كيكه؟ بيتقلب زي كيكه. اوكي، نقعد نرص فيه. واخبار بناتك الحلوين؟ عملوا سوشي النهارده اول مره يعملوه. عملوا سوشي؟ عملوا سوشي، عملوا سوشي بالخيار. طب صديقتي اخبارها ايه بنتك؟ الحمد لله عايزه تيجي. صغيره بقى اللي عايزه تيجي، شريفه. الكبيره هي اللي جت، كبيره جت عروبه وشاطره ما شاء الله عليهم. اللي ابتدت تطبخ، الكبيره ابتدت تطبخ على فكره، وانا عيان كانت الكبيره هي اللي بتعمل لي اكل. هي اللي شايلاه. جدعان، بنات رجاله شاطرين. هنحط ايه بعد كده؟ بعد كده ممكن نحط شويه بصل اهو. نحط البصل؟ برضو كتر بالبصل، السمك بيحب البصل اهو. وبعدين ننزل تاني ب بدا، او زي ما كنت عامل هناك، طماطم. احط طماطم برضه تخلص شرايح كده فيها، اديها طماطم. جربوا الاكله دي، شايف احمد اكلاته طعمها ايه، جنن ومختلفه ومش غاليه. امال السردين مش هنحطه معاه؟ لا السردين هنعمل لوحده. اوكي، بعد كده هنروح حاطين بطاطس تاني. اوكي، البطاطس دي لونها كده عشان هو متبلها تتبيله قبل ما نبتدي نشتغل، فعشان كده هتلاقوا لونها غامق شويه. شايل من الميه ده كان موجود قبل كده؟ لا تجديد. انت كنت في ايه ولا في ايه؟ اهو بص اللي هو انا زهقان بتسلح اعمل تاتو. لا ده لا ده حصل حاجات جديده يعني والله. بعدين تحكي شكلها فضايح. لا ولا فضايح ولا حاجه، يعني انا ربنا رزقني باللي جاي. لا ايه؟ الجلطه دي الحمد لله، ده كان رزق. ليه؟ عرفت فين الناس الحلوة؟ عرفت مين يستاهل ومين ما يستاهلش. الحمد لله خلاص كده؟ ممكن نزود لطبقات زي ما انت عايز. طب ده تخش الفرن؟ تخش الفرن تاني هتحط؟ لا دول خلاص؟ لا لسه، لا دول لسه هنعمل بيهم السردين. بعد كده تتقفل ندخلها الفرن. دي هاني بقى بس نضغط عليها شوية. حاضر. الايه؟
يضغط عليها شوية. يضغط عليها شوية. أوكي. هذه أول حاجة. سردينك بقى يا بيشا. كل الحاجات اللي إحنا عاملينها البهارات بتاعتنا هنحطها عليه. اللي هي البابريكا والكمون والثوم والبصل البودرة. أوكي. ويخش الفرن؟ ويخش الفرن بس يكون أحسن لو عملنا له بيت فويل كده. أوكي. سردين الشوك بتاعه قليل خلوا الراجل هو اللي ينظفه. حط فريش هنا؟ أنا فريش هنا كده. السردين المتقى بموت في السردين وده هترش عليه؟ المهم هنحط واحدة سليمة فرقة جوه. اوكي. حطها في وسطي كده؟ اه. ليمونة؟ ليمونة. و الليمون بقى ايه عليه من فوق وده اختياري يعني مش اوكي بس السردين بيحب الليمون عامة وندخله الفرن صح كده؟ بس بس جاد جاد قد ايه؟ نقولها تاني حسب الفرن او الاول ما ريحته تطلع ويطلع زي اللي هناك؟ هيطلع زي اللي هناك ده هاتوا لنا شكل النهائي شكل النهائي كده احكي كده لغايه دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا اللي هو الملفي البطاطس والسردين والسردين ومع بعض يتاكلوا هيبقوا تحفه هسمعك اغنيه لعبدليب عبد الحليم حافظ اوكي بصوت مؤمن خليل وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نعمل النودلز بالجندوفلي صح كده؟ اه مزيكا يلا طبق مأكولات بحرية هنعمله النهاردة بسيط وسهل وحلو مع شيف أحمد اللي هو إيه؟ جندوفلي؟ لا اللي هو النودلز الجندوفلي النودلز الجاهزة دي السريعة بشكله يجنن وعليه شوية فلفل صح؟ اه ده أنا حطه كده حرق أنا بحب الحاجات الحرقة اه تقول لي قول لنا المقادير بقى يلا المقادير شوربة نودلز بالجندوفلي 2 كيس نودلز لتر مرقة خضار نص كيلو جندوفلي ملح وفلفل بصلة شرايح جزرة مبشورة أربع حبات كوسة مبشورين ربع كوب بسلة مسلوقة كوب صغير كرفس معلقة صويا صوص معلقتين زيت أوكي الموضوع سهل وقال لي الأكلة دي بتتعمل في دقيقتين نعملها في دقيقتين دقيقتين يعني لا خلينا عشان احنا براحتنا نعملها بص دلوقتي احنا هنا النودلز الجاهزة حطيناها تتسلق خلاص اهي وهنا حطينا المية دي هتحط فيها هنحط فيها الجندوفلي ومرقة الخضار ومرقة الخضار يلا والنودلز اهي ابتدت تستوي بعدين بعدين ماشي بس بعد كده نستنى اول ما النودلز يستوي ونقلب كله على بعضه بجد؟ بس كده في الطاسه هنا ولا تحطها؟ آه يا في الطاسه يا في لا يا ممكن في الحله كمان سوري انا هجيب لك طاسه اكبر بقى شويه ما كنتش فاهم كده دي انا اسف خلينا ننقل دي الجندوفلي الجندوفلي بتاعنا اهو الربع اه انت البصل والحاجات دي بتحطها نية كله كله نية لا لا الحاجات دي هتفضل واخد محافظة على الـ على القيمة الغذائية بتاعتها انت دي لا هجيب لك هصفيها لك حالا انت خلاص مش عايز الماية هناخد بق منها بس ماشي حاضر وادي دي ابتدت تعمل شوربة اهي هنصفيها حالا حالا بالا وانت ازاي اكتشفت ان جالك جلطه؟ ولا حاجه كنت قاعد في البيت جيت اقوم وقعت على الارض قمت تاني وقعت الحاجه الوحيده اللي كنت فاكرها وده يعني يشكره النجده اوكي رقم النجده كلمت النجده هم اللي جم خدوني واللي ان بيقولوا الجلطه لو اتلحقت في ساعه تقريبا بتفرق هي لا هي يعني متلحقتش؟ للاسف ما اتلحقتش بس هي ما اثرتش على حاجه من اعضائك مأثرة على ان انا ما بحسش بالجنب اليمين دلوقتي اه اوكي عايش بس
انما الموضوع كله بياخد وقت، واهم حاجه ما تسمعش كلام الدكاتره قوي يعني. لا لو الدكاتره شاطرين يبقى هتسمع كلامه. استنى نحط دي هنا اهو عشان اللي عندي اقوى. ماشي اهو حطينا هنا ايه بقى؟ هنا الجندوفلي ومرقه الخضار. جندوفلي ومرقه الخضار. والجندوفلي فتح اهو وبقى زي الفل. هنروح حاطين عليه ايه؟ النودلز اللي احنا سلقناها اللي هي النودلز الجاهزه، ومعاها شويه ميه من بتوعها اهي على الجندوفلي اهو. بعدين انا حطيت كل الحاجات بقى. نقطه صويا ردي. ده ايه؟ كوسه مبشوره. كوسه بصوا اهي كوسه مبشوره، شويه بسله، شويه بسله، جزر، شويه جزر، بصل، وبصل، وما تسيبهاش كتير على النار. شويه ورق كرفس. الورق الكرفس. ورق كرفس. ايه تاني؟ لا انا هقول لك هسيبها بس على النار ثانيه واحده. انا غلطان، انا اسف، انا المفروض دي كنت احطها في الوك الكبير قوي. وريني كده، انا ما فهمتش ان انت تحط كله مع بعض. ايه ايه حلو. واهو بص بقى، بصوا يا جماعه اهو. ايوه حاجات اهي، نقلب كله مع بعضه. وادي كده في دقيقه اهو. ورينا كده عشان عايز اوريها للكاميرا اهي. بصوا تحفه هي كده استوت صح؟ كده استوت كده جاهز على الاكل. احنا مش عايزين نسوي الخضار تسويه كامله يعني، يا دوبك بص هيتشرب من بعضه. والصويا صوص بقى مش هنحطه؟ حطيت انا النقطه ولو لا انا رايي نحط شويه. عايز تحط دي؟ اتفضل. انا بحب الصويا صوص اصلا. ممكن احط كله؟ اتعشى بيها دلوقتي. ايه رايكم بقى؟ طبق لذيذ جدا، مش مكلف برضه، وسهل، واتعمل في دقيقه، ممكن بالليل على العشاء كده يتعمل بمنتهى السهوله. عندنا الطبق بتاعنا اهو، طبق الخلف. احكي كده بقى للناس النهارده احنا عملنا ايه. احنا عملنا السردين بالملفي البطاطس، وعملنا نودلز بالخضار والجندوفلي. ممكن تزودوا لها شويه ميه كمان تبقى شوربه، يعني تبقى شوربه واكل منها اكل وشوربه مع بعض. بص انا حطيت لها الصويا صوص شكلها هتبقى كده قطع عليها وريحتها حلوه. ريحتها هتجنن. ريحتها حلوه قوي. بشكرك يا شيف. لا. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. منور الشارع يا استاذ. الشارع وحشني. حبيبي انت اللي وحشتنا. شكرا شيف احمد صالح على وجوده معانا النهارده وعلى الاطباق الحلوه اللي عملها لنا. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع نقيب فلاحين مصر حاج حسين عبد الرحمن ابو صدام. خليكم معانا.